إلى التفاصيل. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين، وشهد الاجتماع استعراض نتائج وتوصيات المؤتمر الوطني الرابع للشباب الذي عقد في الاسكندريه، حيث شدد السيسي على تنفيذ مقررات المؤتمر وفي مقدمتها المشروعات المقترح تنفيذها في محافظات غرب الدلتا. كما ناقش الاجتماع الاجراءات الجاري اتخاذها لانشاء منظومه قاعده البيانات المتكامله للدوله وانشاء الهيئه العامه لتنميه جنوب الصعيد والجهود التي تقوم بها الحكومه لتوفير السلع الغذائية الأساسية في الأسواق بكميات وأسعار مناسبة، خاصة مع قرب عيد الأضحى المبارك.